السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة انفوغرافيك عربي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا مجموعة من الأسئلة المتعددة الاختيارات كوسيام مع التصحيح ديالها في مادة القانون التجاري الخاص بطلبة الفصل الثاني S2. اذا في هذه الأسئلة اللي غادي نعطيو اليوم هي الأسئلة المتكررة، الأسئلة اللي كتعطى بزاف، الأسئلة الأكثر تداولا في مادة القانون التجاري. واللي مازال ما عنده حتى شي فكره على مواد القانون التجاري غادي يلقى بزاف ديال الشروح في القناه، الشروح ديال القانون التجاري سواء الخصائص ديالو، الاطار العام، سواء معايير التمييز، سواء المميزات، شروط اكتساب صفه التاجر وغيرها من الدروس ديال الفصل الثاني غتلقاوها في القناه. وسبق ودرنا مجموعه من النماذج ديال الامتحانات والاسئله في مواد التنظيم الاداري وفي القانون التجاري وفي القانون الجنائي العام، يعني غتلقاو هاد النماذج ديال الاسئله رجعوا تفرجوا فيهم، غتساعدكم بزاف الاستعداد للامتحانات والاختبار التعلمات ديالكم، تشوفوا راسكم فين واصلين. اذا غنبداو بالاسئله. قبل ما نعطي الجواب حاول دير بوز وتخمم، تختبر راسك، تشوف واش جيتي في الجواب ولا لا. اذا نبداو بالسؤال الاول. يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص. ب ينظم القواعد التي تحكم الأعمال التجارية. س ينظم العلاقات بين المشغل والأجير. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن الجواب الصحيح هو القانون التجاري يعتبر فرع من فروع القانون الخاص. نمر للسؤال التالي. بالإضافة إلى أن القانون التجاري ينظم القواعد التي تحكم الأنظمة التجارية، إذن الأجوبة الصحيحة في هذا السؤال هي أو بي. نمر للسؤال الموالي. من الأنشطة التجارية الأصلية في التشريع المغربي. أ شراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل بيعها. ب التنقيب عن المناجم. س شراء العقارات بنية إعادة تأجيرها على حالها أو بعد تغييرها. دي النقل. إذن فشراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل بيعها، هذا نصت عليه المادة السادسة. المادة السادسة هي اللي هضرات على الأنشطة التجارية الأصلية. إذن فأ جواب صحيح. بالنسبة لبي التنقيب عن المناجم تهو جواب صحيح. وبالنسبة لدي النقل تهو من الأنشطة اللي نصت عليهم المادة الستة من مدونة التجارة اللي تعتبر أعمال تجارية أصلية. أما بالنسبة للسي شراء العقارات بنية إعادة تأجيرها على حالها أو بعد تغييرها، فالمشرع ما هضرش لنا، ما اعتبرش إعادة تأجير العقار عمل تجاري، ولكن اعتبر إعادة البيع ديال العقار. إذا ركز هنا، هنا في السي فراهي خاص تكون إعادة البيع بلس إعادة تأجير، يعني السي هو اللي خاطئ هنا، والأجوبة الصحيحة هي أ بي دي. نمر للسؤال الرابع. إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد الأطراف، بالنسبة لأحد المتعاقدين، ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، ماذا نطبق؟ هل نطبق قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف المدني، أم نطبق قواعد القانون المدني في مواجهة الطرف المدني، أم نطبق القواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف التجاري، أم نطبق قواعد القانون المدني في مواجهة الطرف المدني؟ إذن من تيكون أحد المتعاقدين تاجر والمتعاقد الآخر غير تاجر يعني مدني، فهنا تنكون أمام عمل مختلط اللي نصت عليه المادة 4، يعني أحد أطرافه مدني والآخر تاجر. إذن فالطرف المدني من حقه يختار القانون اللي غيطبق عليه، فإلى رضى أنه يطبق عليه القانون التجاري ويلجأ للمحكمة التجارية فلا بأس في ذلك، إلى ما بغاش فكيبقى المحكمة الابتدائية اللي كتختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين التاجر وغير التاجر. إذن فالأجوبة الصحيحة هي بي، ممكن نطبق قواعد القانون المدني في مواجهة الطرف المدني، والسي كذلك ممكن نطبق قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف التجاري، وتطبيق قواعد القانون المدني في مواجهه الطرف التجاري. ولكن اللي خطا علاش؟ لاننا ما يمكنش نطبقوا القواعد ديال القانون التجاري في مواجهه الطرف المدني دون رضاه. اذا نمر للسؤال الموالي. مصادر القانون التجاري. اذا فكما تعلمون فالقانون التجاري من اهم المصادره ك
كاين العرف التجاري، كاين العادة التجارية، وكاين التشريع المدني. إذن فالجواب الصحيح هنا هو دي، جميع الأجوبة صحيحة. نمر للسؤال السادس، من معايير تمييز العمل التجاري عن العمل المدني: أ نظرية المضاربة، ب نظرية الوساطة، س نظرية المقاولة. دي جميع الأجوبة صحيحة. إذن فالجواب الصحيح هنا هو دي، جميع الأجوبة صحيحة. السؤال السابع، من شروط اكتساب صفة التاجر: أ القيد في السجل التجاري، ب فتح حساب بنكي، س امتلاك أصل تجاري. دي جميع الأجوبة خاطئة. إذن فالجواب صحيح هنا هو دي، جميع الأجوبة خاطئة. لا أحد من الاختيارات المذكورة عليه تعتبر شرطا من شروط اكتساب صفة التاجر، لأن شروط اكتساب صفة التاجر هي أهلية تجارية، الاعتياد ممارسة نشاط تجاري على سبيل الاعتياد والاحتراف، ثم أن يمارس التاجر نشاط تجاري بشكل مستقل ولحسابه الخاص. نمر إلى السؤال الثامن، يعتبر تجاريا: أ الشراء من أجل كراء منقول، ب الشراء من أجل كراء عقار، س كراء من أجل كراء عقار. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن فالجواب الصحيح هو أ الشراء من أجل كراء منقول. إذن السؤال رقم 9، يعتبر تجاريا. السؤال هنا خطأ، يعني متى صدر القانون التجاري؟ القانون التجاري صدر بتاريخ 1 غشت 1996. إذن السؤال 9 العنوان دياله هو متى صدر القانون التجاري. إذن نمر للسؤال الموالي، ينظم القانون التجاري القواعد المتعلقة ب أ التجار، ب الأعمال التجارية، س العلاقات بين أشخاص القانون العام والخاص. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن فالجواب الصحيح هو أ القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالتجار والأعمال التجارية حسب المادة الأولى من مدونة التجارة. نمر للسؤال 11، يتكون السجل التجاري من أ سجلات محلية فقط، ب سجلات أو سجل مركزي فقط، س سجل مركزي وسجلات محلية. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن فالجواب الصحيح هو س سجل مركزي وسجلات محلية. سؤال رقم 12، تتجلى علاقة القانون التجاري بالاقتصاد أو بعلم الاقتصاد في أ يدرسان جوانب الاستهلاك، ب علاقة تأثير وتأثر، ب سجل مركزي فقط، س علاقة تأثير وتأثر. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن الجواب الصحيح هو أ س، يشترك القانون التجاري بالاقتصاد في أنهما يدرسان جوانب الاستهلاك وأنهما يتأثران ببعضهما البعض، فالاقتصاد يؤثر في التجارة والتجارة والقانون التجاري يؤثر في الاقتصاد. السؤال رقم 13، التضامن في المجال التجاري: أ لا يفترض، ب يفترض، س يجب أن ينشأ عن السند المنشئ الالتزام. د جميع الأجوبة خاطئة. إذن كما سبق ودرستم فإن من أهم مميزات القانون التجاري التي تميزه عن القانون المدني هو التضامن، فالتضامن في المجال التجاري يفترض. إذن الجواب الصحيح هنا هو ب عكس القانون المدني، لا يفترض فيه التضامن. نمر إلى السؤال رقم 14، تتجلى أهمية العرف التجاري في أنه أ يصدر عن السلطة المختصة، ب ملائمة قواعده لطبيعة المعاملات التجارية، س يمكن أن يخالف مدونة التجارة. د جميع الأجوبة خاطئة.
إذن الجواب الصحيح هو بي، أن العرف تتجلى أهميته في أن قواعده تلائم طبيعة الملائمات التجارية. السؤال رقم 15، تعتبر أعمال تجارية شكلية؟ أ إصدار كمبيالة، ب إصدار شيك، س السند، د جميع الأجوبة خاطئة. إذن الجواب الصحيح هو أ إصدار كمبيالة يعتبر عملا تجاريا شكليا، والس السند لأمر كذلك يعتبر عملا تجاريا شكليا، أما بالنسبة للشيك فهو يعتبر عملا مدنيا. نمر للسؤال 16، يعتبر النقل عملا تجاريا أثناء ممارسته بشكل أ عارضي، ب غير عوضي، س اعتيادي، د جميع الأجوبة صحيحة. أ عارضي يعني بشكل نادر، ب غير عوضي يعني تبرعي، كما درستم في مادة الالتزامات والعقود أن هناك التزامات عوضية يعني بمقابل، والتزامات غير عوضية يعني بدون مقابل أو تبرعية. يعني هنا نتحدث عن النقل غير العوضي، مثلا واحد الشخص وصل شخص آخر في الطريق بدون أجر، و سي اعتيادي. إذن الجواب الصحيح هو سي اعتيادي، يعتبر نقل عمل تجاريا إذا كان اعتياديا. نمر للسؤال رقم 17، تقوم النظرية الشخصية للقانون التجاري أ على معيار موضوعي، ب على معيار صفة القائم بالفعل، س على النشاط بغض النظر عن القائم به، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن فالنظرية الشخصية تقوم على معيار صفة القائم بالفعل، يعني الجواب الصحيح هنا هو ب. من المصادر الاحتياطية للقانون التجاري أ مدونة التجارة، ب الاجتهاد القضائي، س الفقه، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن الجواب الصحيح، نتحدث هنا عن المصادر الاحتياطية، يعني حاول تركز، الجواب الصحيح هو ب و س. نمر للسؤال 19، من شروط التبعية في الأعمال التجارية أ أن يكون العمل الأصلي عملا تجاريا، ب أن يكون العمل الأصلي عملا مدنيا، س أن يكون القائم بالعمل موظف، د جميع الأجوبة صحيحة. إلا كان العمل الأصلي عمل مدني فهنا ما غنكونوش أمام عمل تجاري تبعي. إذن فالجواب الصحيح هو أ، يجب أن يكون العمل الأصلي عمل تجاري لكي يكون العمل التبعي كذلك تجاري، لأن العمل التبعي هو عمل يتبع القانون، يتبع العمل التجاري. هو مدني في الأصل، العمل التبعي هو مدني في الأصل لكنه يتبع العمل التجاري لأنه مرتبط به. السؤال رقم 20، يشترط لاكتساب صفة التاجر أ أن يمارس النشاط بشكل مستقل ولحسابه الخاص، ب الاعتياد والاحتراف، س الأهلية التجارية، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن الجواب الصحيح هو د، جميع الأجوبة صحيحة. سؤال رقم 21، الأهلية المتطلبة لممارسة التجارة أ أهلية وجوب، ب أهلية أداء، س لا تشترط الأهلية لممارسة التجارة، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن الجواب الصحيح هو ب أهلية الأداء، هي الأهلية المتطلبة لممارسة التجارة. سؤال رقم 22، يقصد بحالة التنافي أ تعارض طبيعة العمل مع الوضعية النظامية للشخص، ب عدم التوفر على إذن، س لا تشترط الأهلية لممارسة التجارة، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن الجواب الصحيح هو حالة التنافي، هي حالة يتعارض فيها طبيعة العمل مع الوضعية النظامية للشخص. الجواب أ. سؤال رقم 23، يقصد بالسجل التجاري أ مال منقول معنوي، ب سجل يقيد فيه بيانات عن تاجر سواء كان فرد أو شركة، س علاقة تعاقدية بين فرد ومؤسسة،
دي جميع الأجوبة صحيحة. إذن السجل التجاري هو سجل يقيد فيه بيانات عن التاجر، سواء تاجر كان فرد أو شركة. إذن الجواب الصحيح هو B. السؤال رقم 24، الأصل التجاري: A مال منقول معنوي، B مال عيني، C علاقة تعاقدية بين فرد ومؤسسة. دي جميع الأجوبة صحيحة. إذن الجواب الصحيح هو A مال منقول معنوي. السؤال رقم 25، من العناصر المادية للأصل التجاري: A الأتات والمعدات والبضائع، B السمعة، C الزبائن. إذن من العناصر المادية للأصل التجاري الجواب الصحيح هو A الأتات والمعدات والبضائع. أما السمعة والزبائن والشعار والملكية الفكرية فهي عناصر معنوية. السؤال رقم 26، من العناصر المادية، إذن هذا سؤال مكرر. السؤال 27، صنف المشرع النشاط الصناعي والحرفي في A الأعمال المدنية، B الأعمال التجارية الأصلية، C الأعمال التجارية التبعية، D الأعمال التجارية المختلطة. إذن الجواب الصحيح هو B الأعمال التجارية الأصلية. النشاط الصناعي والحرفي يدخل ضمن الأعمال التجارية الأصلية التي نص عليها المشرع المغربي في المادة 6 من مدونة التجارة. السؤال رقم 28، مما اعتمده الفقه للتمييز بين العمل التجاري والمدني: تلك النظرية التي يقصد بها السعي وراء الربح. إذن النظرية التي يقصد بها السعي وراء الربح هي A هل هي نظرية التداول، B نظرية الوساطة، C نظرية المقاولة، D نظرية المضاربة. إذن حاول تفكر قبل ما تجاوب. إذن الجواب الصحيح هو نظرية المضاربة. طبعا جميع هذه النظريات ديال التداول والوساطة المقاولة شرحناهم بالتفصيل في فيديوهات في القناة، الفيديو بعنوان معايير تمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. نمر للسؤال رقم 29، باعتبار التعديلات التي أدخلها المشرع على مدونة التجارة، يعتبر المغربي أهلا لممارسة التجارة ببلوغه: A 20 سنة، B 21 سنة، C 12 سنة، D 18 سنة. إذن الجواب الصحيح هو D. نمر للسؤال رقم 30، تتحقق السرعة في المجال التجاري: A بنظام حرية الإثبات، B بنظام الإثبات المقيد، C بالتضامن بين المدينين، D بتظهير الأوراق التجارية. إذن الجواب الصحيح هو A. نمر للسؤال 31، يشترط في النشاط التجاري التبعي: A توفر صفة التاجر في الشخص القائم به، B أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة، C أن يكون العمل ناتجا عن التزامات بين التجار. إذن الجواب الصحيح هو أن يكون الشخص القائم به يتوفر على صفة التاجر، وأن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة. إذن الجواب الصحيح هو A و B. نمر للسؤال رقم 32، يقصد بالشكلية: A الكتابة، B الشهر القانوني، C العقود النموذجية، D كل ما ذكر. إذن فالشكلية هي قيد يرد على مبدأ الرضائية ومبدأ الحرية في الإثبات. إذن فالجواب الصحيح هو D كل ما ذكر. السؤال رقم 33، برغم الفوارق والاختلافات بين العادة والعرف، فإنهما يشتركان في A التكرار، B عنصر الإلزام، C عنصر عدم الإلزام، D كل ما ذكر. إذن فالجواب الصحيح هو A العادة والعرف يشتركان في عنصر التكرار.
نمر للسؤال رقم 34 برغم الفوارق. إذن هذا سؤال مكرر أعتذر. السؤال 35 إذن فنان عبارة عن نازلة، فنان يحترف نشر رسوم في جرائد خاصة بالإعلانات مقابل مبلغ مالي. إذن فنان كرسم يعني رسوم الكاريكاتير مثلا أو رسوم إشارية في جرائد خاصة بالإعلانات، الجرائد تنشر إعلانات مقابل مبلغ مالي. أ هل هو غير تاجر لأنه رسام؟ ب عمله سيصبح تجاريا بالتبعية؟ س تاجر لأن الجريدة خاصة بالإعلانات؟ د لا شيء مما ذكر. إذن حاول تفكر في السؤال جيدا قبل أن تجيب. فالفنان رغم حصوله على مبلغ مالي ولكن لا تنطبق عليه بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 6، فهو لم تسبق عملية بيعه لرسومه عملية شراء، فتلك الرسوم هي أفكار، مجرد أفكار وإبداع من وحي خياله. إذن فلا يمكن أن نعتبر عمل الفنان مقابل مبلغ مالي هو عمل تجاري. إذن الجواب الصحيح هو أ. وحتى من سيقول بأن التاجر بأن هذا الرسام لقد اشترى الريشة واشترى اللوحة واشترى الأوراق وغير ذلك، فرغم شرائه لتلك الأدوات إلا أنها تعتبر أدوات ثانوية مقارنة بالمجهود الفكري الذي سيقوم به، وهذا ما يسميه الأستاذ عبد الرحيم شميعق بنظرية الاستغراق. إذن فالمزارع، الفلاح، الرسام، هؤلاء لا يعتبرون تجارا. وهناك فئة أخرى لا يمكن اعتبارها تجارية رغم لا يمكن اعتبارها أو لا يمكن أن تدخل ضمن فئة التجار رغم تحقيقها للأرباح، هي فئة المهن الحرة، المحامون، الأطباء، والمهندسون وغيرهم. إذن نمر للسؤال رقم 36. من خصائص القانون التجاري أ أنه قديم النشأة، ب الحيادية، س الشكلية، د لا شيء مما ذكر. إذن الجواب الصحيح هو د. السؤال 37. متى يمكن تأسيس شركة بشريك واحد؟ أ في شركة المساهمة، ب شركة تضامن، س توصية بالأسهم، د شركة ذات المسؤولية المحدودة. إذن الجواب الصحيح هو د شركة ذات المسؤولية المحدودة. إذن فكما تعلمون فقانون الالتزامات والعقود عرف عقد شركة بأنه عقد يضع بمقتضاه شخصين أو أكثر أموالهم أو أعمالهم أو هما معا بقصد تحقيق الأرباح وتحمل الخسائر. إذن فالمفروض في عقد شركة يضم شخصين أو أكثر، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الاستثناء الذي يقع على المبدأ. إذن فيمكن أن تكون شركة المسؤولية المحدودة أو أن تتأسس بشريك واحد، والاستثناء لا يقاس عليه. نمر للسؤال رقم 38. هل تعني النظرية الموضوعية أن القانون التجاري يطبق على أ التاجر حتى لو زاول العمل المدني، ب التاجر الذي يمارس العمل التجاري، س غير التاجر إذا زاول العمل التجاري، د جميع الأجوبة صحيحة. إذن النظرية الموضوعية تعني بأن القانون التجاري نطبقه على غير التاجر إذا زاول العمل التجاري، والتاجر كذلك إذا زاول العمل التجاري. إذن فالنظرية الموضوعية تهتم بالموضوع، تهتم بالموضوع العمل ولا تهتم بالشخص. إذن فالتاجر إذا زاول عملا مدنيا فلن يعتبر عمله تجاريا حسب النظرية الموضوعية. إذن الجواب الصحيح في السؤال 38 هو ب س. سؤال رقم 39. من مظاهر الائتمان أ أداء التاجر ثمن تجارته معجلا، ب أداء التاجر ثمن تجارته مؤجلا، س إعمال المقاصة، د الأداء بالأوراق التجارية. إذن الجواب الصحيح هو ب، هو ب والد، لأنه كيفما سبق وشرحنا فالائتمان هو تأخير الوفاء.
يعني منح الدائن يمنح المدين أجلا للوفاء، يعني تأجيل ثمن تجارة، هذا هو الائتمان. الجواب الصحيح بي ودي. الأوراق التجارية كذلك تعتبر من وسائل الأداء والائتمان، فهي تساهم في تأخير عملية الأداء مثل الكمبيالة والسند لأمر. السؤال رقم 40، يشتمل الأصل التجاري وجوبا أ على زبناء أو زبائن، ب سمعة تجارية، س الحق في الكراء، د كل ما ذكر. إذن الجواب الصحيح هو د كل ما ذكر. إذن هكذا نكون قد أنهينا 40 سؤال من أسئلة متعددة الاختيارات كسيان في القانون التجاري. هذا هو الجزء الأول، على أن نخصص أجزاء أخرى إن شاء الله من أجل اختبار الطلبة.